السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. ادي هوريكم حاجه كده تقول لكم اهميه اسلوب الحياه الصحي. شوفوا شوفوا ديت، اديت واحده عندها يو كان ها كان يو كاري ما بيجاد وان هاند اونلي وان هاند اونلي وان هاند اونلي، ما مش قادره تشيلها، عندها 40 سنه. ديت بقى الاحمر دي عندها كم؟ 94 سنه. كان يو كاري ناناي كار ليت يور ناناي كاري تو سي جيت ات اوت. شوفها ذيس از عندها كم سنه؟ 94 سنه. 94 سنه وبتشيلها اسهل من اللي عندها 40 سنه. ها شوف اللي عندها 40 سنه، شفت فرق الصحه بقى؟ اللي عندها 9 94 سنه. هلو ناناي، سي هلو. هلو هاي سي هلو. طبعا هي شفتوا صحتها عامله ازاي، عم تعرف تشيل البتاع المليانه ميه دي. انا متاكد في كتير من الناس اصغر منها ما يقدروش يشيلوها يعني، وما زالت كل شيء فيها 100 100، بس فيما عدا طبعا الذاكره بتنسى بقى، الزهايمر جالها فبتنسى احيانا. يلا دي وريتكم حاجه كايه موعظه تقول لكم ان اسلوب الحياه الصحي مهم جدا جدا عشان تحافظ على نفسك بصحه افضل وعمر اطول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.